السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما بقناة تجربتي الجميلة. اليوم نقدم لكم سمن ديال الشحمان اللي غنديرو في الفرن لمناسبة رمضان إن شاء الله. غادي نستعملو الدقيق الأبيض، مقدارين من الدقيق الأبيض ونصف مقدار من الدقيق الأصفر. يعني اللي خدينا جوز ليف ديال الدقيق الأبيض ناخذ جوز ليفات ديال الدقيق الأصفر ونزيدو عليها شوية قليل من الملح حسب الذوق فقط، ونديرو ماء فاتر ونجمعو به العجين. هذا باش تحصلوا على عجينة متماسكة اللي غنديرو بها المسمن. هذه العجينة ديال المسمن كنجمعها بهذه الطريقة، هذه يعني خفيفة ظريفة صافي، ما كناخذش بها الوقت بزاف، فقط كنجمعها وكنستعين ببلاستيك اللي كندخل فيها العجينه وكنخليها المده كافيه انها كتجمع وكتطابق وكتكون سهله انها تطوع معنا. طبعا باش ندخلها البلاستيك غادي ضروري من نغطيها بشويه الزيت، يعني بحال غنلبسها بالزيت بحال هكا ندخلها في البلاستيك ونخليها. هاد الاثناء هادي غادي نبدا نوجد الحشوه ديالتي اللي هي عباره عن مسمن، يعني هاد المسمن هذا بنسميه بالشحمه. غنحتاجوا الحشوه ديالتنا للشحمه والخضار، فقط تشوفوا معايا شنو هي المقادير. في انيه او كاسرون كما كتشوفوا غادي نضيف هاد الشحمه اللي قطعتها في الهشوار، وهذه الشحمه من جانب الكلوه، ومعها البصل، يعني حبه ثاني ديال البصل قطعتها هكا مشلطتها. وغادي نضيف عليها الفلفل الاحمر والقزبر والمعدنوس مقطعين بحال هكا. غادي كما قلت لكم غادي نضيف عليها الفلفل الاحمر اللي قطعته، يعني فلفل الحلو صافي. وغادي ندير لها المقادير والتوابل ديالنا، وهي عبارة عن شوية الملح حسب الذوق، الفلفل أو البابريكا تحميرة، ونديرو على سكينجبير ملعقة صغيرة، والشونية اللي بغيتها تكون حارة بزاف يعني كنضيف الشونية ملعقة كبيرة، ولا بغيت تسعى شوية فقط حسب الذوق، وكنديرو فيها شوية الكركم والإبزار، يعني القليل فقط من الابزار. انا كلشي غنحطوه فوق من النار غتكون مهيله فقط باش هي لا يتجانس العناصر، وكذلك باش تذوب لينا هذيك الشحمه كتجي رائعه ملي كديرها فوق النار. طبعا غنزيد نضيف عليها الثومه قطعتها فقط، ما حكيتهاش وانما قطعتها باش تبقى ليا، لانها ما غادي نديرها في النار يعني غادي تذوب ليا داك الشيء لما نخلي الثومه ديالتي فقط قطع صغيره صافي. وملي غادي نكملها غادي تذوب ليا مزيان في النار غنخليها تبرد. فهاد الاثناء هادي ملي نخليها تبرد غادي نوجد العجين المسمن، غتكون صافي حتى هو طابق معايا المسمن، فما عليا اني نقطعو دوائر. غندير تات دوائر صغار ودائره كبيره وهكذا باش نجمع بها ديال الطريقه هذه باش ندير المسمن بالشحمه ديالي في الفرن. لكن هذوك الدوائر الصغار صافي غنجمعهم بحال هكا ونخليهم ندير لهم شويه الزيت من الفوق ونخليهم نغطيهم بالبلاستيكه اللي غطيتها انا، غنحل هذيك البلاستيكه وغنعاود نستعملها من جديد وغادي نغطيهم. يعني كما كتشوفوا غادي يكونوا عندنا 8 قطع، يعني قطعتين كبيرتان وثلاثه القطع صغيره، ثلاثه القطع هكذا. هذه هي الطريقه باش ندير المربع كبير اللي كيكون في عندنا الشحمه اللي كيكون عندي في الفرن. طبعا غنستعمل فران ايتيمات كالعاده، يعني نخليه كي دابا كيسخن، يعني ما ندخلش المسمن للفران وهو الفران بارد، وانما خاصو يسخن، وكذلك اللاطه اللي غندير فيها المسمن هي خاصها تكون سخونه. طبعا نقطع الحشوه ديالتي الى ست القطع بحال هكا باش نقدر نديرو متساويين مع الكويرات ديال المسمن ديالنا اللي هما عباره عن ست كويرات وكويرتان كبيرات اللي غتجمع ليا جوج طرافي ديال المسمن. كما كتشوفوا هادو الفران، هادو اللاطا ديال الايتيمات كندير لها الزيت كنوجدها وكنحطها في الفرن باش تسخن مزيان، لانني خاصيش ندخلها والفرن بارد هكا غادي ما غاديش تصدق ليا. وراني ديجا شاركتها معكم، شرحت لكم الطريقه ديال الفرن ايتيمات كيفاش كنستعملوا. بزاف الناس يقول لك راه ما نجحاتش لينا، فقط غنعلم عليكم ان تتبعوا الارشادات ديالي وغتنجح معكم. وفران ايتيمات راه مساعد رائع في رمضان. كناخذوا الكويره ديال المسمن كنسرحوها بحال هذا الشكل، هذا كنحاول نرقيو ما امكن تكون عندي الورقه مقيقه تماما، وكنضيف عليها الحشوه غنديرها ماشي في الوسط انما في الجوانب كذلك ما نخليهاش خاوين.
صافي هذه الطريقه بحال هكا ندير فيها كامل ونجمعها، جمع الجوانب بهذه الطريقه هذه صافي، وندير على شكل مربع. غادي نستمر هذه العمليه تشوفوها معايا، نستمرها بهذه الطريقه تنكمل ثلاث كويرات وغنجمعهم في ورقه واحده، غتشوفوا معايا حتى الاخر. صافي خديت القطعه الاخرى اللي هي كبيره، غادي نسرحها كامله، كتكون اكبر منهم كاملين، غادي نسرحها مزيان بحال هكا تتسرحها ونورقها بهذه الطريقه هذه صافي. وندير لها شويه الزيت مقويش، وغادي نضيف عليهم المربعات اللي درت. طبعا غتشوف البلاصه الطويه هي اللي غادي تكون لتحت، ونخليو البلاصه اللي ما طويهش الفوق، وهكذا غنستمروا بهذه الطريقه هذه. غنديروا فيها واحده فوق الاخرى، الثالثه كذلك، وغادي نجمعوا نفس الطريقه اللي درناها في الاخرين، الا هذه ما غاديش فيها الحشوه، انما غديروا فيها المسمن اللي محشي بحال هكا صافي. وغادي نجمعوهم ونخليهم حتى يرتاحوا مزيان، ونبدأ في الكويره ندير في الاخرى نفس الطريقه حتى هيايا، وكنكملهم وغادي نسرحها في اللاطه بحال هكا. غادي نبسطها، ولكن ما غنبسطهاش دابا، غنخليها ترتاح، غنغطيها عاد غادي نبسطها، حيت الا بسطتها دابا وهي باقا شاده في راسها غادي تتحلك من الجناب وغادي تتفرتت لك. خليها تتلابق مع بعضياتها عاد غنبسطها. في هذه الاثناء غنكمل باقي الكويرات. دابا خرجنا خليناها ترتاح، من بعد غنبسطوها كهاد بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. طبعا ملي كتخليوها ترتاح كتقدروا اننا نتحكموا فيها، اننا نبسطوها كما كتشوفوا مزيان معايا هكا، وتبسطوها من الجوانب، وطبعا ديروا لها شويه الزيت من الجوانب ومن الفوق كذلك. وطبعا بالنسبه للفرن خاصها تطيبها من الفوق فقط، كتخرجوها وكتقلبوها باش تطيبوها من الفوق. ديما النار كتكون شاعله غير من الفوق لتحت، لا في الاول ملي الفران كيسخن كيكون النار على جانبين الفوق والتحت، ولكن ملي كندخلوها الفرن لا كنديروها من الفوق فقط صافي. وهكذا غادي نخرجوها، ملي كنخرجوها كنقلبوها صافي. ملي كنديروا نقلبوها كنديروا لها شويه الزيت من الفوق كذلك بحال هذه الطريقه هذه، نزيتوها من الفوق باش تحمر معنا، وكنرجعوها للفرن صافي كطيبها من الفوق كذلك صافي. هذه الطريقه ديال المسمن بالشحمه، ديما خاصكم طيبوها من الفوق والا غادي تقصح لكم، ما كتبغيش طيب من التحت فقط غير من الفوق. كنبسطوا هكا المسمن بالزيت باش يتلابق معانا صافي. وهكذا غادي نشوفوها كيفاش خرجت لينا من خرجنا من الفرن. كتخرج لينا هكا مقرمشه، غنستعين انا بالموس ديال البيتزا ونقطع وتشوفوها شحال مقرمشه، ما نقولش لكم كتجي رائعه. طبعا وصفه خفيفه، وطبعا المسمن ديال الشحمه مطلوب بزاف في رمضان، كنتمنى انكم تحضروه في بيوتكم، يكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم وسريع جدا، وكتجيكم الطريقه اللي درتها انا طريقه مبسطه فقط لاي وحده يمكن لها دير مسمن بالشحمه، اي وحده مبتدئه يمكن لها دابا تنوض وتحرك دير مسمن بالشحمه، غيجي لها رائع. اللي بغاها اللي توحشها واللي كيبغيها ديما تكون في رمضان، راه كتجي مقرمشه وكتجي رائعه، والحشوه كتكون خفيفه فقط حشوه خفيفه كتجي زوينه. اللي اول مره يشوف القناه يدير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، ودمتم سالمين في الفيديو القادم ان شاء الله. شوفوا معايا هذا اللي واجد وكيجرطب مقرمش من الجنب ورطب من الداخل. بالنسبه للعافيه قلت لكم نديروها من الفوق، حيت درتوها من التحت غادي يقصح لكم، ما غاديش يخرج لكم مرطب بحال هكا، دير بالعافيه تكون من الفوق باش يخرج لكم مرطب.